كم أكون عصام الدوكا رئيس جمعية المبادرة المغربية لعلوم الفكر. نهار توجد دينتي المحطة الثانية لقافلة أجن قراو أروح الغار لمدرسة ابن حازم. نشكى مرة الأطر المدرسية مدرسة ابن حازم السيدة المديرة وكذلك كل الأطر التربوية والإدارية إذا خصصت فندانيتيا اليوم اليوم الثاني ديال ورشية دينتي نلقى ورشة الصحة والتغذية الدكتورة باتولا بوكاموس. إذ نطو غنغيجي لقائك الكاتبين الدكتور أعراب تريسي الدكتور محمد محاور تيوشا غنغيري إن شاء الله الإسعافي الاسعافين الحسن اهدي باش نسكن شويه التلاميذ الاسعافات الاوليه يوم نهار الخميس ان شاء الله غنغيري ورشه تحدي القراءه العربيه مهمه تنسي التلاميذ خاص تعرف من المسابقه باش يشارك باش غنغيري البطل نغ البطله تحدي القراءه يتمثل تنظيم مستقبلا. السلام عليكم. بعد ما تلقيت الدعوه من رئيس ديال جمعيه مبادرات المغربيه للعلوم والفكر لاجل تاطير دورتين تكوينيتين للتلاميذ فيما يخص مشروع قطاع الثقافه او قافله اجين قراو او ارواح انغار زيت مازيخت درت ان شاء الله هذه الدوره التكوينيه لفائده الاطفال او لفائده التلاميذ باش انهم عطينا لهم بعض المبادئ اللي كيخصهم يعرفوها حيت هما صغار باش نرسخوا لهم فكره ديال التغذيه باش انهم يعرفوا شنو غادي ياكلوا وشنو ما ياكلوش بعد على الاقل تكون عندهم فكره على التغذيه او ثقافه التغذيه باش ان شاء الله ينشا جيل صاعد يكون متوازن ومتكامل سواء من الفكر ديالو او من الصحة ديالو إن شاء الله ونتمنوا يكونوا أجيال صاعدة مستقبلية واعدة يعول عليها المغرب ديالنا والوطن والريف بالخصوص. والسلام عليكم ورحمة الله. كيوم عزيز الجزري صاحب مكتبة الشمال. نهارا توجد دي مؤسسة ابن حزم دي كيجل برنامج تقيد ثمس مونتني الجمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر. نهار غادي نجي للورشه الصحيه اك الاستاذه بوكمون البتوله كما غادي نجي ديال البرنامج يجي اللقاء اك الاطفال اك كاتبين محليين الدكتور سيم محمد محاور الاستاذ سينور الدين اعراب ما مش غير يتيوش ان شاء الله يجي للورشه الصحيه للهلال الاحمر الوقايه المدنيه يعني الاسعافات الاوليه هذه يريد البرنامج عاود النهار الاخير نهار الخميس يجي اللقاء ك الاستاذ السي حسين الترك اللي كيجي للورشه المسابقه القصه جا كل عام تقنتث نش كصاحب مكتبه الشمال نهار وسيغ داك كيشارك غادي النشاط سجل معرض الكتاب داخل المؤسسه تحاول ما امكن أن نعرف الأطفال الهدف نغل الفائدة الكتاب الدور ديال الحياة التعليمية التربوية كما تشكى المؤسسة الطاقم التربوي الطاقم الإداري للمؤسسة وتتوخشى تشكى الموقع النادور سيتي يتجن دائما دي الصدارة يتبع الأحداث تندين النظار للجهة منطقة ناري في كمر بصفة خاصة والمغرب بصفة عامة وتشكى سي محمد العابوسي يتجن بدا يتكافح كي مسكين كمناضل. شكرا سواطاس بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.